أنا أنور الرحماني، شخص يحاول أن يكون كاتبا وروائيا. لدي 4 روايات إلى الآن. أنور أيضا مناضل حقوقي، ناضل من أجل حقوق المرأة، حقوق الأقليات الجنسية، الدينية، الفكرية، المثليين أيضا، الغير المسلمين، وأيضا ناضلت أيضا من أجل المسلمين في الدول الغير إسلامية أيضا. رواياتي تحكي على تجارب فردية في الأساس. حلوسة جبريل مثلا تحكي على تجربة فتاة تخسر عذريتها، ثم في صراع نفسي فلسفي في الحياة وجودي مع إيمانها، إلحادها، مجتمعها، وكل ما محيطها، حيث يتبعها الكاتب العالمي جابرييل غارسيا ماركيز في هلوساتها، حيث يلعب دور جبريل، حيث هي أيضا تلعب دور مريم العذراء الجديدة في مجتمعنا. مدينة الدار البيضاء أيضا تجربة فردية، تحكي عن شخص مستوطن فرنسي يعيش طفولته في الجزائر في فترة معينة، ويكتشف أيضا ميولاته الجنسية، يكتشف أفكاره في الجزائر ما يخفيه الله عنا. تحكي عن تجربة شخص يولد برأس كبير في مجتمع يقدس الغباء، ويجد مشكلة مع النظام الحاكم في تلك الدولة والشعب الذي يقدسون التمساح وعظته، يعني كل أو شمس تبول واقفة، حيث البطل الرواية خنثى، أو يعني تجربة الخنثى، يعني الناس اللي عندهم تشوه في الجنس تاعهم، مش تشوههم، فيعني ازدواجية جنسية، يكون ذكر وأنثى في نفس الوقت. تحدثت عن هذه التجربة أيضا. إذا في الحقيقة كل رواياتي هي تجارب إنسانية، ولذلك أنا أظن أنه ليس فقط من خلال الأدب، وأيضا من خلال مقالاتي، من خلال دستوري الذي أيضا كتبته، نموذج دستوري الذي كتبته في 2017 ونشرته أيضا، أظن أنه كل ما أفعله هو لأجل الإنسان، لأني أظن أنه لكي ننطلق في بناء الدولة علينا أن ننطلق من الإنسان، لأن الإنسان هو النواة الأولى للدولة والمجتمع. بالنسبة لي عندي نظرة فلسفية للحياة، أو نظرة فلسفية أيضا للدولة كذلك، بحكم أيضا اختصاصي في القانون الدستوري أيضا. أنا لدي حس أو فلسفة دولة أيضا، أنا لا أناضل فقط من أجل أقليات، أنا أناضل من أجل مشروع دولة أؤمن بها وأريدها أن تصبح يوما ما حقيقة. أنا لا أؤمن بأن الدولة، لا أؤمن بتأليه الدولة، وهذا ما يحدث اليوم في الجزائر. الجزائر عندنا ما يشبه الدولة الآلهة، تتدخل بقوانينها بسياستها في كل تفاصيل حياة الفرد. الفرد الجزائري مربوط بصراع مع دولته، بصراع مع قانونه. الدولة الجزائرية تتدخل في أفكار الجزائريين، في طريقة لبس الجزائريين، في أسلوب حياة الجزائريين، في اختيارات الجزائري البسيط، في دينه، في عقيدته، وأيضا حتى في الفراش. أنا أعتبر أنه من الشيء المهين جدا للدولة أن تكون هذا الكيان السياسي الكبير أن يتدخل حتى مثلا في الحياة الجنسية للأفراد. في الحقيقة حملة التشويه ما بدتنيش غير في الإعلام، بدتني قبل ما ندخل مجال الأدب وما إلى ذلك. بدتني كنت صغير في مدينة شرشال، وين حاولت أني نرجع مهرجان قديم في شرشال، اللي هو مهرجان المنارة، كان يندر في مولد النبوي، اللي هو مهرجان يعود أصله ل 500 سنة في غرناطة، يعني جابوه الموريسكيون كي كانوا يولوا الجزائر، وعندما أعادوا تأسيس مدينة شرشال. مهرجان عنده 500 عام اللي تم توقيفه بسبب تحريم من طرف أحد الأئمة في مدينة شرشال. حاولت أنا وأصدقائي أن نعيدوا رجعوا هذه المنارة، نعيدوا نخدموها، نعيدوا نديروها، وتعرضت هذاك الوقت إلى مشكلة كبيرة مع هذا الإمام. وبعدها بسبب هذا الإمام تعرضت لمشاكل عديدة، ولاو الناس حتى تدعي لي في المسجد، وتعرضت إلى حملة تشويه. في الحقيقة في ذلك الوقت بدأ الصراع تاعي مع اللاهوت، الصراع تاعي مع هذا الكائن الديني اللي موجود في المجتمع تاعنا، وين تقدر انك برك باستعمال الدين او منصبك كشخص كاهن لدين ما، انك تجيب الناس كاع ضد انسان واحد يدافع على ثقافتهم ويدافع على حقهم في الحياه ووجود كمدينه وكثقافه. وبعدها بعد بدايتي في الكتابه والتدوين، تعرضت الى حمله تشويه داخل الجامعه اللي نقرا فيها، في كنت نقرا فيها اللي في تيبازا، وين كانوا النقابات الطلابيه يقوموا بمحاكمات احتجاجيه من اجل طردي. ومن جيدة الشروق أيضا مرة في كنت نقرأ، كنت مازالني إتيديون، وين تهمتني بتحريف صورة الغاشية في الصباح، هكا ما عرف والو، حتى قالوا لي واش كدرت، قالوا لي تهمك حرفت صورة الغاشية،
ما فهمت فيها والو هذاك النهار. وتاني جات نهار ثاني كتبت عليا طبعا تحت اسم طالب، ما كانش يسميوني بالاسم بصح الطلبه في الجامعه كانوا يعرفوني بالليك سيموا باسكو كانوا النقابات يكتبوا لا ميم شوز بالليك، امارس الشعوذه ايضا، امر اللي فريمون اللي كان يقلقني في هذاك الوقت. كنت في هذاك الوقت نشرب مهدئات عصبيه باش نقدر نرقد باسكو كنت في ضغط كبير ما تقدريش تصوره، لكن مع الوقت تعودت على هذا الضغط سورتو بعد مع ولات الدوله دخلت في الخط ولاو يديروا لي مشاكل ايضا كبار بسبب الروايات تاعي وبسبب ما اكتب. في كل مرحله كنت نعيشها كان بابا ويما اللي هما الناس كبار في اللاج يعني في مرحله الشيخوخه في الحقيقه كانوا يعيشوا معايا الضغط هذاك. واكثر حاجه كانت تضرني هي نشوف يما ولا بابا يعيشوا هذاك الضغط اكثر من الضغط اللي احيانا كنت نقول يا سعدوا اليتيم، كنت نحسد اليتيم على الوضعيه تاعو باسكو فريمون كان جيت يتيم كنت قادر نزيد ندير اكثر، كنت قادر ما نخافش اكثر من قادر نزيد نكتب ونزيد ندير ما اكثر. في الحقيقه نشوف باللي انا نفسي ايضا باللي كان راني محظوظ اني عندي عائله كما هذا. انا عائله تاعي ستوندار جزائري ستوندار، مانيش مع عائله غنيه ولا مع عائله مثقفه ولا مع عائله، عائلتي عاديه جدا مثل 80% من العائلات الجزائريه. وبصح العائله تاعي تفهمتني، عمرها العائله تاعي عمرها ما في الحقيقه يقولوا لي من داك ما تكتبش هكذا ما ديرش هكذا، خوفا برك، خوف على حياتي اكثر شيء. لكن في النهايه تفهموا حاجتي ككاتب اني نكتب ونعبر على الافكار تاعي. انا ما نقدرش نيماجيني حياتي بلا ما نكتب، ما نقدرش نيماجيني، وكما نكتبش نعاود نرجع لروحي ونقدر حتى نهبل. دونك بور موا الكتابه هي اسلوب التعبير على الحياه. والعائله تاعي ما حتى انها ما تدعمنيش احيانا في هذا السلوك بصح ما تضطهدنيش ايضا. اظن انه طريقتي في اقحام موضوع الفردانيه كما كنت طرقت عليه في الاول، انه هذه المواضيع متعلقه بالفردانيه الانسان الانديفيدواليزم هي اللي تشكل مشكله للدوله الجزائريه. يعني الدوله الجزائريه ما زالت لا تعترف بمواطنيها كافراد مستقلين بل تعتبرنا قطيع اجتماعي تسير الدوله عبر وسائلها، وسائل السيطره على العقل الاجتماعي، وسائل الاعلام، وسائل الدين يعني المساجد والمعابد وما الى ذلك ووسائل اخرى. إذن في الحقيقة الدولة تتعامل مع هؤلاء المواطنين كمجموعة من المشاريع أو مجموعة من الأرقام على بطاقة تعريف وطني. مشروع الفردانية الذي أحاول تمريره إلى العقل الاجتماعي أو الوعي الاجتماعي الجزائري مشروع يأتي ضد مشروع الدولة، مشروع الدولة الذي يميع الفرد في المجتمع. لذلك أظن أن مواضيع مثل المثلية الجنسية والإلحاد وما إلى ذلك ليست هي في الحقيقة الموضوع المشكلة الأساسية للدولة الجزائرية. الدولة الجزائرية لا تريد شخص يدافع عن فردانية الفرد واستقلاليته. في الوسط الأدب الجزائري هو أدب جريء، ما هوش بهذه الجرأة تاع الكتابة تاعي لكن جريء نوعا ما. أمين زاوي مثلا يتحدث عن الجنس، رشيد بوجدرة يتحدث عن الآلهة، يعني كاين أسماء كبيرة، أسيا جبار تحدثت عن حقوق المرأة. في الحقيقة الأدب الجزائري أدب جريء، لكن الشيء الجديد اللي قدمته أنا والقيمة المضافة اللي قدمتها أني طرقت لهذا الموضوع من باب نضالي، من باب أني كنت أطالب بمطالب معينة وأيضا الاتجاه الفلسفي اللي غصت فيه. والمشكلة الأساسية أني كنت شاب عندهم مشكلة كبيرة مع الشباب. جون سيناك قال مقولة شهيرة في ذاك الوقت كي كانوا يفتحدوا فيه، قالهم لو كان تبدلوا اسم، لو كان تصطهدوا او تلغيوا كاع اسماء المجاهدين اللي كانوا عندهم ميولات مثليه ومزدوجه الجنس في الثوره، الحكومه الحين تضطروا انكم تغيروا نصف اسماء نصف شوارع الجزائر العاصمه. في الحقيقه جون سيناك اللي اختلف بعد هذا التصريح بفتره وفي ظروف غامضه، ما كانش الوحيد اللي تم اضطهاده بسبب تناوله لهذا الموضوع في الثوره الجزائريه. ايضا بعده طاهر وطار بسبب مشهد بسيط في روايته اللاز ايضا وضع تحت الاقامه الجبريه بسبب روايه تحت الاقامه الجبريه، يعني لكن تتخيلي حجم الاضطهاد. وبعده بعد سنوات جيت انا بمدينه الظل البيضاء ايضا في فصل صغير في الروايه، يعني اتهمت بالاساءه الذات الالهيه وما الى ذلك. واظن انه ليس ذلك هو السبب الرئيسي للاتهام، السبب الرئيسي كان الدافع الحقيقي كان التطرق لهذا الموضوع في الثوره، لانه يعني جريده الشروق اتهمتني
بالإساءة للثورة برموز الثورة بالتطرق إلى هذا الموضوع. أظن أنه هذا هو السبب. أظن أنه الأدب الجزائري يقدر أنه يكون وسيلة من الوسائل لتغيير الذهنيات الجزائرية في كل المواضيع، في موضوع الأفكار، الحريات، الجنس، في كل شيء، وخاصة في الموضوع المتعلق بفردانية الفرد. الأدب هو إحدى الوسائل التي يمكن أن نغير بها المجتمع، لأن الأدب هو أسلوب خطاب، لأن ما ينقص الجزائري اليوم هو خطاب موجه لهم. وكان تشوفوا برك وسائل الإعلام الجزائرية لا توجه، لا تقدم حصص ذات خطاب. إذا ما قدمت حصص ذات خطاب فتكون من منظور ديني. تشوفي مثلا قنوات تلفزيونية فرنسية عندهم على الأقل في كل قناة على الأقل حصة واحدة مثلا أدبية وفكرية وفلسفية، وعادة ما تكون الحصة فيها من ساعتين للفوق. القنوات الجزائرية فيها حصص الموسيقية، حصص الدينية، حصص الرياضية، حصص سياسية، لكن ما عندناش حصص أدبية وفلسفية. حتى ولكن كاين حصة فلسفية وأدبية تطرح إلى مواضيع تافهة جدا أكاديمية أيضا، وتعرف أن المواضيع الأكاديمية تمتاز بالجمود والسطحية، العوام أو الشعب ما يقدرش يفهم هذا المصطلحات وبالتالي يشعر بالملل. لكن في الحقيقة ما نحتاجه اليوم هو حصص لتخاطب بالمجتمع، حصص لتهضر على المواضيع الاجتماعية، ولكن أيضا تهضر لهم بطريقة صحيحة. الجزائر التقليدية والجزائر المحافظة هي حالة زمنية نعيشها. الدولة مثل النهر لا يمكنك أن تسبح فيه مرتين، يعني متغير الماء دائما في الجريان ويتغير الماء في النهر. نفس الشيء الدولة أو المجتمع تاعنا راهو يعيش حالة زمنية معينة. هذه الحالة الزمنية فيها تغول الدين، تغول لرجال الدين على الحياة الاجتماعية، لكن هذا الشيء ماهوش مربوط بالأجيال القادمة. الأجيال القادمة تقدر تتحرر من هذا الشيء. أظن أنه اجتماعيا الجزائر أقرب إلى تقبل موضوع الحريات الجنسية أو الحريات الفكرية في كل الدول. ربما هذا قد يصدم الكثيرين، لكن في الحقيقة هذا ما تحدث لي به الكثير من الشخصيات من خارج الجزائر. الجزائريين عندهم مثلا في موضوع المثلية الجنسية كما قلت لي، عندنا احنا الدولة الوحيدة بالك في المنطقة اللي عندنا موسيقى خاصة بهذا الطرف. عندنا مغنيين معروفين يغنيوا، مثلا مغني الراي اللي يغنوا بالذات على هذا الموضوع، والناس تقبلهم والناس تسمعهم ايضا حتى في الافراح تاعهم. دونك في الحقيقه كاين نوع من التقبل. وايضا عندنا شخصيات كبيره دفعت على العلمانيه ولا دفعت على الالحاد، هي اليوم مقدسه في مناطق كبيره في الجزائر. مثلا معطوب للناس المقدس في منطقه القبائل. عندنا ايضا مغنيين كتاب اللي يكتبوا على هذه المواضيع وعندهم صوت كبير في الجزائر. دونك في الحقيقه الجزائر اجتماعيا في حاله بعيده بزاف على دول المغرب الكبير. تونس حاليا هناك اراده سياسيه من اجل هذا الشيء، وهذا الشيء مفرح جدا، اراده سياسيه. لكن بعض ما يصلني من تونس هو امور مؤسفه، انه هناك حاله من التعرض عن طريق العنف للمواطنين وايضا شريحه المثليين كذلك. مثلا هناك ايضا الشرطه التونسيه تمارس ما يسمى بفحص الشراجي للمواطنين، هناك ناس دخلوا السجن. هذه الامور عاده ما كاش في الجزائر. ما عندناش حاجه اسمها الفحص الشراجي للناس. دونك انا هذا نشوفه شيء ايجابي. المغرب ايضا عندهم اراده سياسيه، هناك محاوله لجذب المجتمع نحو الامام، لكن أظن أن الجزائر ما تفتقر له هو الإرادة السياسية. لكن الوضعية الاجتماعية هي عندنا عش اجتماعي دافئ لمثل هذه الأفكار في الجزائر، ما كاش لا في تونس ولا في المغرب. حالة التعددية الموجودة في الجزائر أكبر من الإرادة السياسية اللي حابة تخنقها في الجزائر. لماذا تصر الدولة الجزائرية على إبقاء الحالة الاجتماعية الجزائرية رهينة لأفكار معينة دون الأخرى؟ لماذا تفعل الدولة الجزائرية هذا؟ لا أستطيع أن أفهم. بالعكس، أن الجزائر لو كان لها إرادة سياسية في الذهاب نحو الأمام أظن أنه كنا نربح بزاف أشياء على الصعيد الدولي وخاصة على الصعيد الاقتصادي، لأنه سننضم بذلك إلى نادي الدول الراعية لحقوق الإنسان. الدولة الجزائرية التي أحلم بها هي الدولة التي تنظر إلى المواطن بنظرة القداسة، بصفته مواطن، تنظر إلى الفرد، إلى الإنسان،
ثم إلى الأشياء الأخرى. أريد الدولة أن تستثمر في الإنسان، ليس في الطرقات وفي الصخور. الإنسان هو الأصل في الدولة. أريد الدولة تحترم الحقوق، تحترم حرية التعبير، تحترم. أنا أعلم أن تحقيق جمهورية أفلاطون ليس بالأمر السهل، لكن على الأقل أريد أن ألمس إرادة نحو الذهاب إلى في هذا الطريق. أريد دولة يشعر فيها كل جزائري بكرامته، كل جزائري بحريته.